لفين؟ وهل هو مشروع ممتد مثلا لنهاية الموسم ام ممتد لسنوات؟ الفكرة ايه؟ ايه المطلوب من الكابتن ضياء السعيد؟ انا قعدت وحطيت مشروعي ان الفكره مشروع لسيراميكا بشكل كبير جدا، استثماري فني ناجح باذن الله، وكله بامر الله، لان انا اتمنى حاجه زي كده في 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 حاجه ارض لسه خصبه، لسه تترمي فيها الحبايه تطرح بشكل كويس، والناس مقتنعه بشكل كبير جدا، وده اللي بيننا انه مشروع كبير يعني ان شاء الله. واتناقشنا في موضوع ان انا جاي على هدف انا ما ناقشتوش مع الناس. يعني هم الهدف ده كان متناقش مع المجموعه اللي قبلي، يعني تمام. الهدف انه يخش المربع وانه تبقى في حاجه يعني في الاربعه، وهو هدف اي حد اونر، اي صاحب فرقه او اي مسؤول عن فرقه بيقول انا صرفت قد كذا وجبت لعيبه نجوم بشكل كذا فانا عايز كذا. فانت يا تقبل يا ما تقبلش، يا تتناقش فيها تقول لا في الحته دي، لا الحته دي، لا اللي هنعمل. انا قبلت فانا بشتغل على ده. حلو قوي. بشتغل على نفس الهدف. حلو، ده هيقودني لسؤال اخر. هل لو او ماذا لو كان ضياء السعيد قد تولى تدريب الفريق من بدايه الموسم؟ ايه المختلف اللي كان هيحصل؟ مش ما انا مش هقول لك. كان هيبقى في حاجات بالنسبه لنا حاجات مختلفه في تكوين التيم. تكوين التيم طبعا، قائمه الفريق، اختياراتك بالظبط، كانت هتبقى في حاجات كتير ممكن تختلف في تكوين التيم. تمام. لانه تكوين التيم بتاع البقاء يختلف عن تكوين التيم بتاع نص الجدول، يختلف عن تكوين التيم بتاع المربع، لانه حجم الصرف هنا هيبقى غير حجم الصرف هنا، نوعية اللعيب هنا غير هتبقى نوعية اللعيب، في نوعيات ممكن تلات ارباع التيم حاجات سوبر، بس في حاجات مهمة جدا كان لازم تكتمل بشكل كويس. كنت هناقش كل الحاجات دي كلها، حاجات في الكورة وحاجات مهمة جدا، لانه احيانا بتبقى وانت بتكون فرقة بتروح على النجوم بس، صح، وممكن يبقى حد نجم في مكان مهم جدا جدا اسمه مش ضارب، لكن عملية الاختيار وعملية التكوين هي دي بتفرق بشكل كويس. فوز، تعادل، فوز، خسارة، أربع تعادلات في الماتشات اللي لعبتها الستة، هل راضي عن النتائج وعن ما قدمته فنيا حتى الآن؟ بالنسبة لأن أنا إلى الآن لم يعني ما دربتش كل التدريب اللي أنا عايزه. أنا بشتغل معظم الشغل بتاعي تخصصي لحاجات معينة، حاجات نواقص موجوده في عناصر معينه، فبدي دروس خصوصيه، يعني انا بحاول اقلل الاخطاء على قد ما اقدر، لان مش هقدر الغي الاخطاء بشكل كبير جدا. تمام. لانه في اخطاء مرتبطه بالتكتيك نفسه، وفي اخطاء مرتبطه بنوعيه اللعيب اللي في البوزيشن ده. ايوه. في حاجات مش هقدر الغيها، مرتبطه بالامكانيات. تمام. وفي حاجات انا عشان مرتبطه بالامكانيات فانا بحاول بدل ما تبقى عنده 10 اخطاء اخليها تبقى اربعه، او فده بيفرق معايا بشكل كبير جدا، هيفرق معانا وبنشتغل على ده. فانا تقريبا بقالي شهر. انت واخد بالك ولعبت 7 ماتشات او 6 ماتشات، فكميه كبيره جدا مع عدم التدريب يعني.